كانت ما كانتش عشوائيه. لما قلنا تغطيه صحيه فممكن نقول ايه؟ طب هو النظام هو في نظام دلوقتي موجود اسمه التامين الصحي. الهيئه العامه للتامين الصحي من سنه 64 قرار اسمه مريض. طب اشمعنى ده ما كانش متسمي شامل؟ ومش معنى ده سميناه شامل؟ لان وحده التغطيه في النظام اللي بدا سنه 64 كانت قايمه على فكر وفلسفه. تغطيه هؤلاء الذين يرتبطون بعلاقه عمل تعاقديه مع صاحب عمل. فقط. يعني انا بشتغل عند حضرتك ومرتبط بعلاقه عمل تعاقديه لازم اغطي التامين الصحي. طب انت صاحب العمل ما مالكش في التامين الصحي. حتى اللحظه دي في القانون اللي كان ساري حتى اللحظه دي. يعني بورسعيد لا خلاص صاحب عمل مش صاحب عمل طبعاً. لكن لو انت بصيت في القاهره مثلا لو انت صاحب عمل ما عندكش تغطيه صحيه. عشان كده قلنا شامل معناها الغاء فكره ان الوحده بتاعت التغطيه هو الشخص المرتبط بعلاقه عمل تعاقديه مع صاحب العمل الى وحده التغطيه الاسره. الاولاني اللي هو قعد من سنه 64 اكتشف مع الوقت ان هو ما نجحش. الدليل انه قال لك الله طب الطفل اللي بيتولد لحظه ميلاده اعمل فيه ايه؟ فراح بعد كده بقى عمل قرارات وقوانين عشان يبدا يدخل ايه فئات. يعني بعد ما عمل الفكر الاساسي بتاعه ان وحده التغطيه هو المؤمن عليه المرتبط بعلاقه عمل تعاقديه مع الغير بدا يدخل ايه؟ قال لك طب دخل الطفل ما دون سن المدرسه، يعني من السن زيرو لغايه سن المدرسه. ثم طور الفكره وراح مدخل اطفال سن المدرسه. طب وطلبه الجامعه؟ طلبه الجامعه هي الجامعه عندها المستشفيات طلبه وما الى ذلك فبيخشوا ياخدوا الرعايه الطبيه فيها اثناء ما هم طلبوا في الجامعه. فبعد ذلك وقف عند ايه العلاقه اللي هو بنى عليها الفكره من سنه 64. وبدا بعد كده يقول لك ايه؟ طب ندخل المراه المعينه. ثم بدا يقول لك ايه؟ طب ندخل الفلاحين. ليه؟ لان هو اكتشف بعد من سنه 64 لغايه مثلا بنتكلم في 2000 و كان في 2020 يعني 54 سنه 56 سنه تقريبا اكتشف ان هو ما قدرش يمد النظام ويحقق الهدف بتاعه فبدا يدخل. لكن لما جه دخل باللي هو ايه؟ تحت ضغط ظروف معينه. فجه في الاول دخل الطفل ده ب 6 جنيه في السنه، دخل ده ب 12 جنيه في السنه، دخل ده ب 5 جنيه في السنه. فراح النظام اللي هو انت بنيته بدا ايه؟ يقع منك ماليا، ده بالاضافه للهيكل بتاعه. الهيكل بتاعه قائم على انه انشات الهيئه بتاعت التامين الصحي وقلت لها انت تقدمي الرعايه الطبيه. وفي الاماكن الغير متواجده انت تشتري الرعايه الطبيه. وانت تحطي معايير اللي تشتري بيها الرعايه الطبيه. وانت الممول، وانت المنظم، وانت كل حاجه. مع الوقت شاخد ماليا وشاخد فكريا وشاخد قدره. فبدانا الناس تقول لك ايه؟ لا خلاص كده النظام ده ما بيقدميش صحه. عشان كده لما جينا عملنا النظام الجديد قلنا لا افصل واحد بتاع تمويل شغلته تمويل المنظومه دي، لا يقدمش خدمات خالص، وحطينا ماده ان الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل ده ممول، ده شامل خدمات للناس.